إشي اتجهنا للطريق العلمي، بعدين بلشنا نفكر بالطب. لما فكرنا بالطب لقينا إنه صعب نحن نتحكم بالأمراض والأوتار، فانتقلنا لنوع من أنواع الطب اللي هو الحالات النفسية والمشاعرية اللي بتصيب الإنسان. فبعد ما انتقلنا لهذا النوع من الطرق اللي إحنا ممكن نحلها بمشروعنا، تحديداً إنه كان آخر يوم إلنا بالمشاريع، فقررنا إنه نروح للغضب. بعد الغضب قررنا نفكر بشغلات تانية مثل البانيكس، ففكرنا بالبانيك أتاك لأنه في أمراض كتير عم بتصيب الناس بتأدي لحالات الوفاة، ومنها كنا في فترة الكورونا والكوفيد 19. فقررنا إنه نتجه لهذا الطريق من ناحية إنه ناس بتتأثر كثير في موضوع البانيكس وفي موضوع الصدمات اللي بتصيبها بسبب وفاة شخص غالي عليها أو بسبب إشي ممكن يصيبها من تعرض لإساءة، ظلم أو ما شابه. أول إشي إحنا فكرنا إنه كيف بده يكون الشكل، وين بده يكون على الجسم الإنسان، فلقينا إنه أحسن إشي يكون ساعة، ولقينا أخذنا كرتونة وبدنا نعرف كيف بده يكون، يعني كيف بده تكون كبيرة صغيرة، وقسنا مع طول السنسورات كيف بده يكون وحطينا على الكرتونة مثلا، وبعديها حكينا مع بعض ورسمناها. هو مشروعنا عبارة عن ساعة بتقيس عدة أعراض لنوبة الهلع، منها ارتفاع معدل نبضات القلب وارتفاع درجة الحرارة، التعرق والارتعاش. بلشت عملية البحث عن سنسوريات بتقدر تحدد المؤشرات الحيوية بدقة. درسنا موضوع الكوست، أكثر واحد ممكن يجيب الدرجة بدقة، وبرضو كان الإشي مش سهل لأنه في سنسوريات يعني كنا نجيبها وتطلع ما بتجيب الموضوع بدقة، فنضطر نبدلها. بعد ما يحدد أنه خلص مؤشرات الحيوية بتطلع أنه في عنده بانيك أتاك، أو طبعا هذا الإشي من خلال الكود، ببلش أنه بده يتواصل مع هذا الشخص. كيف بده يتواصل معها؟ يعني أفضل طريقة وصلنا لها أنه يتواصل معها مبدئيا عن طريق الشاشة، يحكي معها من خلالها، يعني يطلع له هو إيش لازم يسوي حتى يسيطر على البانيك أتاك اللي هو فيها. هلا بنتمنى إحنا يكون مشروعنا يصير شائع بين الناس حتى ببلدنا هاي أو بلدان أخرى، ونتمنى إنه يساعد الفئات اللي بتتطلب هاي الساعة تساعدها.